ده طبعا تركيب شبك على الشبابيك. بداية العمل بيكون تركيب الشبك على الشبابيك زي ما حضراتكم شايفين. ودي أشواك بتركب على دايرة السطوح زي ما حضراتكم شايفين على الخزان، وبتتدرج. الأشواك دي بتحمي السطح حوالين البيت. دي دايرة البيت كاملة، طبعا بتركب حوالين البيت كامل، يعني أصبح الحمام ملوش مجال إن هو يوقف على السطح. وده طبعا عندنا تنظيف بعد الشغل، وننظف الأماكن اللي بتحتاج نظافة. البيت كله راكب زي ما حضراتكم شايفين، الحواف كلها، والشبابيك نفس الشيء، شبكه.